مرحبا، أنا نسمة. أنت نسمة؟ لا 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 شباب لا. نوب شوفي نور، معقول الغرفة شمالية؟ ايه شو يعني شمالية؟ وإذا شمالية؟ وإذا شمالية؟ الشمس ما بتفتل غير بالأعياد والمناسبات الرسمية، هذا إذا فاتتها. بعدين ليكي ليكي رطوبة، معقول هيك؟ ليكي شعري دبق. والله ما كان بينعز عنك يا نسمة، بس ما في غير هالغرفة فاضية. في غرفة لبنى وسميحة، وفي غرفتي أنا، وطبعا غرفة ماما ما فوت عليها حدا. وين المشكلة؟ بدل مع سميحة أو لبنى، طبعاً إذا ما عندكم مانع. يا بي! طبعاً أنا عندي مانع، قصدي أنا متعودة نام على طول مع سميحة، ما بقدر نام بلاها. بعدين أنا متعودة على صوت الموبايل كل يوم، إذا ما فيق الحارة وفيقني ما بيهنا لي باب. إيه بس أنا ببدل. هيك لكن يا سموحة؟ ماشي الحال، أصلاً مو الحق عليك، الحق علي. يعني أنا بنت البطة السوداء، إن شاء الله عمري ما أشوف شمس. لبونا امزح معي. وين بدي احط كيس الملاكمة؟ وبصور السيارات وين بدي احطهم؟ شو من اول بلشت فسفسة ورمي بلا بين البنات؟ عجبك اللي صار بسببها؟ خلصنا. لبونك هل يعني سميحة احسن لك؟ ها والله كنت عم امزح معي. لا ستي ما كنتي عم تمزحي، انا بعرف انت من زمان بدك تخلصي مني، بس وينك سميحه؟ اذا انت مانك طايقتيني طاق، انا ماني طايقتك 1750 مليون طاق. عن جد؟ ايه عن جد عم بحكي. وتبقي خلي الست نسمه تتحملك وتتحمل غلاصتك وتتحمل موبايلك اللي كل يوم بفيق الحاره قبل ما يفيقني. انا؟ ايه انت، وبلكي فرد مره بتحمل كركبتك وفوضويتك منيحك. انا فوضويه؟ وانفلاشيه كمان. فلاشيه؟ ايه. نور بصراحة الغرفة مثل إن الجاج. لا بقى لهون وبس، لهون وبس. وانت ما عاد قشري اللي بديك تقولي لي هوس وخلص. ليكي أنا ما عاد اتحمل أكتر من هيك. نيفر نيفر نيفر. عفوا بس مين الأخت اللي نازلة اعتراض وقفقفة من الصبح؟ لك أنا الستار دادو، الستار اللي طلعت من هالغرفة اللي معاجبتك. نسمة هاي الغرفة الوحيدة الفاضية، هذا تختك وهي غزانتك. منيح هذا التخت كتير حبيته جنب الشباك، لأنه بس هاي الخزانة لا، بدي هاي أنا، غراضي رح يكونوا مرتاحين فيها أكتر. شو صار؟ شو اللي انكسر؟ ما انكسر شي، انكسر الشر. ميديا لا تقولي انه اللي انكسرت إلها. ميديا تقبريني حاش تبكي، خلص والله القصة مو مستاهلة. مو مستاهلة؟ ليش عم تستخفوا بذكرياتي؟ بآلامي دادو مشان الله روقي. ميديا صراحة أنا شايفة إنك أنت مكبرة الموضوع زيادة عن اللزوم، لأنه لو فعلا بتعنيكي هاي اللعبة ما كنت تركتيها عنا. لك أنا مقهورة على الغرفة اللي عم تتعاملوا معها باستخفاف. هاي الغرفة هي نجاحي وفشلي، كل أحباط الدنيا أنا دفنتوا فيها. دموعي هي اللي خلت الحيطان ترطب وسقفي نشي، وأهم فرصة بحياتي اجتني وأنا قاعدة صفنانة بالغرفة بغرفتي. عرفتوا بقى ليش أنا زعلانة؟ Ha ha ha!